بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. إذا نزولا عند رغبة بعض المتتبعين، إذا طلبوا مني أن أشتغل على درس المنادى. إذا لنتعرف ما هو المنادى. إذا بكل بساطة، المنادى هو اسم مسبوق بحرف نداء. المنادى هو اسم مسبوق بحرف نداء، وأحرف النداء هي إما الهمزة أو أي بالنسبة للقريب، ثم آ أيا هيا للبعيد، ثم يا للقريب والبعيد. إذن هذه هي أحرف النداء. والاسم الذي يأتي مباشرة بعد حرف نداء يسمى منادى، بمعنى ننادي على شخص أو على مثلا، بمعنى الاسم الذي يأتي مباشرة بعد حرف النداء هو الذي يسمى المنادى. الآن لنأتي لبعض الشواهد أو بعض الأمثلة. مثلا إذا سأعطي هذه الأمثلة وسأشرحها أكثر ثم نتعرف على إعرابها إلى غير ذلك. لاحظوا الجملة الأولى مثلا: يا طالب العلم اجتهد. يا طالب العلم اجتهد. أيا عبد الله ساعد زملائك. إذن سأبدأ بهذا المثال الأول: يا طالب العلم اجتهد. لاحظوا هنا طالب العلم، هنا طالب العلم. إذا أردنا أن نعرب هذه الكلمة طالبة فهي مضاف، طالبة مضافة لكلمة أخرى، طالبة طالب ديال العلم، يا طالب العلم. إذن هنا عندي إضافة. أيا عبد الله ساعد زملائك، نفس الشيء هنا عندي إضافة. وبالتالي فهذا النوع الأول يسمى المنادى المضاف. المنادى المضاف، يا طالب العلم، طالب العلم، عبد الله، عبد الرحمن، إلى غير ذلك. هنا يكون المنادى يسمى منادى مضاف. إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة الأولى، يا حرف نداء، يا هنا حرف نداء، طالب هنا سنعربها منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. العلم مضاف إليه، العلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. اجتهد، اجتهد هنا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هذا هو إعراب هذه الجملة الأولى، يا حرف نداء، طالب منادى منصوب، العلم منادى منصوب وهو مضاف، العلم مضاف إليه. إذن هذا يسمى منادى مضاف. اجتهد فعل وفاعل، اجتهد فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الجملة الثانية: أيا عبد الله. أيا حرف نداء، عبد أيضا منادى منصوب وهو مضاف، الله اسم جلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ساعد، ساعد إذن فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ساعد من؟ زملائك. إذن زملاء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن هذا النوع الأول يسمى المنادى المضاف، المنادى المضاف. الآن سأمر للنوع الثاني. لاحظوا هنا: يا طالبا العلم اجتهد. في هذه الحالة لاحظوا هنا طالبا أصبحت بفتحتين، يا طالبا العلم، العلم أصبحت هنا منصوبة. من ما الفرق بين الأولى والثانية؟ يا طالب العلم، يا طالبا العلم، هنا هذا يسمى بالشبيه بالمضاف، يسمى شبيها بالمضاف، يعني كيشبه هذه الأولى، هذه بحال المضاف إليه، بحال المضاف.
يا طالبا هنا نفس الشيء، هنا يا حرف نداء، طالبا هنا غادي نقول منادى شبيه بالمضاف منصوب بتنوين الفتح ولا بالفتحة الظاهرة على آخره. العلم هنا ولات مفعول به ديال هذا اسم الفاعل، لأن طالبا راه على وزن فاعل بمعنى اسم اسم فاعل. العلم أصبحت مفعول به لاسم الفاعل طالبا. اجتهد إذا فعل وفاعل، فعل أمر مبني على السكون والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. هذا النوع هنا، النوع الثاني هو منادى شبيه بالمضاف. النوع الأول منادى مضاف، وهذا منادى شبيه بالمضاف، يعني كيشبه هذيك الأولى، ولكن غير هنا عندنا ولات عندنا جوج فتحات مع هذه الكلمة اللي موراها ولات مفعول به لاسم الفاعل. هنا كانت مضاف إليه، هنا ولات مفعول به. مثلا يا فاعل الخير أقبل، يا فاعل الخير أقبل، هنا منادى مضاف فاعل الخير، ولكن قلت يا فاعلا الخير تولي شبيه بالمضاف. النوع الثالث يا رجلا خذ بيدي، مثلا نمثل هنا بمثلا رجل ضرير أو كفيف يعني أعمى مثلا يسير في الطريق، فأراد أن يعبر الطريق مثلا سينادي مثلا أحدا يعني أمامهم بمعنى هو لا يراه هو ولا يعرفه، سيقول يا رجلا خذ بيدي، بمعنى هنا هل هو يقصد رجلا معينا؟ وبالتالي فهو لا يقصد رجلا معينا، أي رجل سيأخذ بيده، يعني الرجل الذي مر أمامه سيأخذ بيده، يا رجلا خذ بيدي. إذن هنا هذا المنادى، هذا النوع من المنادى يسمى نكرة غير مقصودة، بمعنى غير مقصودة يعني لا يقصد شخصا معينا، بمعنى أي شخص كيفما كان، يا رجلا خذ بيدي. إذن هنا إذا بغيت الإعراب، يا حرف نداء، رجلا منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح ولا الفتحة الظاهرة على آخره. خذ هنا خذ فعل وفاعل، إذن فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، بيدي بحرف جر، يدي اسم مجرور. إذن هذه هما الأنواع الثلاثة التي يكون فيها المنادى منصوبا، المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، ثم المنادى النكرة غير المقصودة. النوع الرابع يا رجلان انهضا، يا رجلان انهضا، بمعنى هنا رجلان هنا بمعنى أنك تنظر إليهم وتقصدهم وتقول لهم انهضا، بمعنى تقصدهم يعني تراهم وتقصدهم، ستقول يا رجلان انهضا. إذن هنا هذا النوع هذا يسمى نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. مثلا الأستاذ في القسم يقول مثلا يا تلميذ انتبه، يا تلميذ انتبه، مثلا تلميذ معين يشوش مثلا فالأستاذ هنا يقصده هنا. إذن هذا النوع يسمى نكرة مقصودة. إذن لاحظوا هنا مرفوع بالضمة، هنا مرفوع بالألف. إذن لاحظوا الأنواع الثلاثة الأولى منصوبة، أما النوعان الأخيران فهنا عندي حالة الرفع، عندي حالة الرفع. إذن رجلان هنا يا حرف نداء، رجلان منادى نكرة مقصودة، بمعنى هنا يقصد الشخص، نكرة مقصودة مبني على الألف، مبني على الألف بمعنى بحالة يبنى على داك الشيء اللي كيترفع به. إذن هنا مرفوع بالألف لأنه ماذا؟ لأنه مثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. انهضى إذن فعل وفاعل، فعل أمر والفعل ضمير مستتر أنتما. أما هنا يا تلميذ انتبه، يا أيضا حرف نداء، تلميذ منادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم لأنه ماذا؟ لأنه نكرة مقصودة. انتبه إذن فعل وفاعل. أما النوع الأخير يا خالد راجع دروسك، يا حرف نداء، لاحظوا خالد هنا ما نوع هذا الاسم هذا؟ لأن هذا اسم علم، اسم علم يعني اسم شخص، يا خالد، يا محمد، يا علي إلى غير ذلك. إذن هنا خالد فهو يسمى بالعلم المفرد، ونوع هذا المنادى فهو منادى
علم مفرد، منادى علم مفرد. إذا بغيت الإعراب نتاع هذه، إذن يا حرف النداء خالد، إذن يا حرف نداء خالد، منادى مبني على الضم لأنه علم مفرد. راجع فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، دروس إذا المفعول به وهو مضاف، الكاف هنا مضاف إليه. إذا عندنا خمسة ديال الأنواع في المنادى، إما مضاف وكيكون منصوب، أو شبيه بالمضاف وأيضا يكون منصوبا، أو نكرة غير مقصودة وأيضا تكون منصوبة. أما يكون منصوب، أما النوعان الآخرين فيكون مبني على ما يرفع به، بمعنى النكرة المقصودة والعلم المفرد يكون مبنيان على ما يرفعان به. بمعنى لك المرفوع بالألف فهو مبني على الألف، مرفوع بالضم فهو مبني على الضم، إلى غير ذلك. الآن أنواع المنادى خمسة، وهي المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى النكرة غير المقصودة، ثم المنادى العلم المفرد، ثم المنادى النكرة المقصودة. إذن إذا أردنا أن نلخص هذا الذي رأيناه هنا، إذن هذا المنادى المضاف كنا إذن شرحنا هنا. بالنسبة للتلخيص، المنادى يأتي على حالتين، إما منصوب وإما مبني على ما يرفع به. مثلا المضاف يكون منصوب، مثلا إذا قلت يا فاعل الخير أقبل، يا فاعل، إذن فاعل منادى مضاف لأن جاي موراه واحد الكلمة اللي أضيفت إليه، يا فاعل الخير، إذن الخير مضاف إليه مجرور. الشبيه بالمضاف هو يشبه المضاف ولكن كيكون يعني منون الفتح، كيكون فيه تنوين الفتح، والكلمة التي تأتي بعده مباشرة تعرب مفعول به لإسم الفاعل. مثلا إذا قلت يا فاعلا الخير أقبل، يا طالبا العلم اجتهد، إذن هذا يسمى بالشبيه بالمضاف. ثم النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة بمعنى لا نقصد شخصا معينا، عكس النكرة المقصودة. إذن لا نقصد، إذن أعطينا مثال، مثلا يا رجلا خذ بيدي، إذن رجلا لا أعرفه ولا أقصد يعني شخصا معينا. إذن في هذه الحالة الثلاث يكون المنادى منصوب. الحالتين الأخريين العلم المفرد والنكرة المقصودة، فيكون المنادى مبني على ما يرفع به. ما معنى هذا؟ يعني مبني على داك الشيء اللي مرفوع به. إذا كان مرفوع بالضمة، إذا كانت فيه الضمة غادي نقول مبني على الضم. إذا كان مرفوع بالألف مثلا المثنى، غادي نقول مبني على الألف. إذا كانت فيه الواو مرفوع في بالواو بحال الجمع المذكر السالم، غادي نقول مبني على الواو، إلى غير ذلك. إذا العلم المفرد هو اللي كتكون فيه اسم شخص، مثلا يا محمد يا علي، إذا كتكون فيه مبني على الضم. أو لك المثنى مثلا سأقول يا رجلان، إذا لاحظ مبني على الألف لأنه مثنى. يا مسلمون، إذا مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا هذا فيما يتعلق بالمنادى. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.